حوضا ربما كنت معز قضية قلب. أول واحد استراح بالعين النهاية كلمتين يبقى الموت إحدى أكثر مناسباتنا الاجتماعية مدعاة للتقارب والتواصل، لكن مواساه نابعه من انسان لانسان ومن قلب. وعتي بالتعاطف والرغبه في تسكت قضيه قلب مكسور وليس عقل مكسور. أهلا، صباح الخير، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. في هذا الفيديو ما أقدر أقول لكم إنه روتين، راح يكون فيديو لطيف إيجابي في طاقة إيجابية. بشارككم بس صباحي، ممكن اليوم كله ما أدري على حسب يعني. بس هذا اليوم صايرة أصحى مرة بدري، تقريبا الساعة 5. مرة حسيت تغير روتيني، تغيرت نفسيتي، حسيت إن هذا الشيء تغير للأفضل. صرت يعني صار فيني طاقة إني أنجز وإني أسوي الأشياء المتراكمة من زمان. فصدق من زمان وأنا عارفة هذا الشيء، إني أصحى بدري يأثر على يومي، لكن من زمان وأنا تاركة هذه العادة وهذا الشيء. فرجعت لها هذه الأيام وقلت أشارككم وأصور لكم فلوج وفيديو وأنا صاحي بدري وإيش أسوي وزي كذا. فاليوم سويت لي قهوة، اللي هو قهوتي المفضلة حالياً كوفيك، وبجلس أسمع بودكاست وأتقهوى، وبعدها بكتب المهام اللي عندي. ونتوجس من قول الشيء الخاطئ، فنفتح جرحاً مغلقاً أو نوقظ ألماً خامداً. كيف نحصل على الأشياء؟ لم يعلمنا أحد ماذا نفعل. حين دخلت علي أمي وجايبت لي هذه الوردة، فإن شاء الله الحين بجيب لها كوب أو شيء أحطه فيه وأعتني فيها، بحطها هنا. نعم، بعاطفهم الطويلة يحملون أعداداً من صحف ومجلات ليطرح وضيف يحضر وراقبهم. المصاحبة لبدء الدراسة، إذ أنهت عامها الأول وبدأت عامها الثاني في تخصص الكتابة الأكبر منك بكل لحظة. الشيء اللي حابة مرة إني أسترجع هذه الفترة وأرجع في روتيني، ومن ضمن خطوات مالكم من القلم، من ضمن الأشياء اللي أسويها في الصباح اللي هو الكتابة. أيام الحجر كنت مستمرة عليها بشكل لدرجة كانت تأثر في يومي. كنت أحس إن هذه الكتابة تطلع كل الأفكار اللي في راسي، وإن حتى لو حتى يعني غير إنها أطلع الأفكار اللي في راسي، أحس إن أنا واحدة مرة أحب الكتابة، فجلسة أمارس شيء أنا أحبه. فبحاول إني أرجع هذا الشيء، بطلع الدفاتر اللي أنا مخبيتها في البوكس هناك، عندي بوكس كامل كله دفاتر، بطلع منها وأرجع أكتب. إن شاء الله اليوم بأبدأ في هذا الشيء. شوفوا هذا الدفتر، كان دفتر الكتابات أيام الحجر، فكنت أكتب فيه كثير. شوفوا تقريبا يعني كتبت فيه أكثر من ربعة، فبكمل الحين بأبدأ أكتب وأصير أحطه هنا مع المفكرة، وكل صباح أكتب لي صفحة. مرة حلوة الكتابة يعني، صدق اللي ما قد جربوها لازم يجربونها، تحسون بشعور مرة حلو بس تخلصون كتابة كذا، تحسون انكم اخرجتوا ما بداخلكم.
فالحين أنا بكمل كوب القهوة وأكتب. شوفوا الذكريات، قال لي الحين هذا تزيين 2020، 17 يونيو بديت في الكتاب أو في الدفتر، مرة حلو. طبعا كيف أكتب أنا؟ هذه نوع من أنواع الجورنال، فبكتب لكم اسمه، تقدرون تبحثون تبحثون في الاسم هذا وبيطلع لكم كثير. هو عبارة عن أسئلة كذا، تطلع لكم مجموعة أسئلة وأنتوا تأخذون واحد منها وتكتبون عنه، أو تجاوبون على السؤال بصفحة صفحتين ثلاث صفحات عد قد ما تقدرون يعني. فأنا اخترت هذا السؤال اللي هو سؤال اليوم، طبعا أنا أكتب بالعربي فأخذ الإنجليزي وأترجمه وبعدين أكتب بالعربي. هذا يساعدكم أنكم تكتبون أكثر إذا أنتم ما في بالكم شيء تكتبونه. مرة حلوة، وأنا جربتها أيام الحجر كثير يعني، كنت مجربتها يعني بشكل مستمر تقريبا. خلصت كتابة، كتبت صفحة كاملة وشو حطيت ملصق كذا، أحب دايم عند نهاية كل صفحة أكتب اسمي كذا وأحط ملصق، مرة حلو خاصة أني أحب الكتابة، فأحس أني أشجع نفسي وأحفز نفسي على للكتابة إذا كتبت كذا الكاتبة همس، فهذا شيء مرة حلو يعني. زي مثلا أنت تبين تصيرين دكتورة تكتبين الطبيبة كذا عند كل شيء مثلا تسوينه أو واجب تسوينه، مرة حلو أحس أني يحفزني هذا الشيء. فبس والله قلت أقول لكم. وخلصت الحين بحط الدفتر هنا عشان ما أنسى هذا الشيء كل يوم أسويه، إن شاء الله لازم خلاص أستمر على هذه العادة. من صحيت ما أكلت ولا شيء إلا القهوة، فبس شربت قهوة وجلست أسوي هذه الأشياء. الحين بروح أسوي فطوري. طبعا انا واحدة مرة احب البهارات واني اكثرها، فعشان كذا تشوفين انواع البهارات مرة كثير. هذا فطوري المتواضع اليوم، حبيت اني اغير عن فطوري المعتاد، فسويت بيض وحطيت مع تونة وهذه الاشياء الطريقة اللي شفتوها، وبس بجلس افطر الحين طبعا مع اخوي، شوفوا جالس يلعب فبفطر معه الحين. انا باخذ الايباد عشان اتابع فلوقات وانا افطر. This one is well.
بوريكم بعض المنتجات اللي أخذتها من هذا المتجر اللي بحط لكم إياه على الشاشة. منتجات هذه أغلبها للشعر، بوريكم إياها وبقول بتكلمكم عن كل منتج. أول شيء هذا المنتج من كانتو، هذا اللي هو الشامبو والبلسم، كلها للشعر الكيرلي، مرة حلوة. طبعا أنا بجربتها من قبل عشان كذا أخذتها مرة ثانية، مرة أحبها وصراحة إنها يصير الشعر مرة ناعم ما يتشابك، ومرة حلوة تساعد الشعر الكيرلي يعني ما يصير فيه نفشة. هذا الشيء اللي مرة لاحظته أنا، طبعا شعري كيرلي بس يصير فيه نفشة، فالشامبو والبلسم والكريم بعد تساعد الشعر إنه ما يكون فيه نفشة. طبعا هذه المرة أخذت هذا الكريم بزبدة الشيا، طبعا حتى الشامبو والبلسم بزبدة الشيا. هذه المرة أخذت هذا. طبعا أنا الكريم اللي أستخدمه نفسه من كانتو لكن شكله ثاني، بوريكم إياه. شوفوا هذا الكريم اللي أنا أستخدمه عندي، وشوفوا تقريبا وصل نصه، فمرة حلو. وصدق هذا بعد مع البلسم والشامبو لاحظت بعد صار الكيرلي مرة مرتب وحلو وخفف النفشة، فقلت هذه المرة بجرب هذا الكريم وأتوقع أنه بيكون أفضل، يعني أحس أن نتيجته تختلف عن الكريم هذا. هذا كريم لإصلاح الشعر وتنعيمه، وعادي أنك تحطينه على شعرك وتتركينه. هذا كريم عادي أتوقع، يعني في فرق، ما أدري وش الفرق بينهم بس أنها في فرق، فقلت أجرب هذا الكريم. بعدين أخذت هذه المنتجين من مافالا، أول واحد للأظافر والثاني للرموش. هذا مقوي للأظافر، صراحة شفت على هذه المنتجين مدح مرة كثير فقلت أجربها. أنا صراحة ما أحب أن أستخدم شيء الأظافر ورموشي، يعني عادي إذا بحط أشياء طبيعية زي الثوم للأظافر مرة يمدحونه، فجربتها الليمون، لكن ما قد جربت منتجات زي كذا. فإن شاء الله بجرب هذه المنتجين معكم وبقول لكم إياها في الفيديوهات الجاية إن شاء الله بعد فترة. المنتج الأخير اللي هو هذا الزيت، هذا زيت مرطب للوجه وللجسم. شفت الكلام اللي عنه والنبذة اللي تتكلم عن الزيت هذا، وحسيت انه مرة بيكون حلو، فبعد هذا المنتج بجرب ان شاء الله وبقول لكم رايي فيه، فبيكون في فيديو اتكلم لكم فيه عن المنتجات هذه اللي جربتها بعد فترة من استخدامها. بجرب الحين معكم الزيت، بس بحطه على يدي. صراحة الشيء اللي لاحظته من أول مرة ريحته مرة حلوة. ثاني شيء ما حسيت إن ملمس الزيت اللي دا يعني أنا قبل كنت حطيت زيت، لكن ما أدري تحسون ملمس الزيت مرة واضح، تحسون يدكم ما أدري كيف يعني، بس مرة تلمع ومرة كذا كثير الزيت على اليد. بس هذا تشربته البشرة وصاير خفيف ومرطب، وفي نفس الوقت ما في لمعة قوية، يعني كذا لمعة خفيفة، فمرة حلو. هذا الشيء اللي لاحظته الحين، وإن شاء الله مع الاستمرار بيكون نتيجة بيأدي نتيجة أفضل يعني. هذه المنتجات اللي أخذتها من المتجر، طبعا بحط لكم رابط متجرها في صندوق الوصف وبيفيدكم كثير. طبعا هذا مو من المتجر، بيفيدكم كثير. عندها ماسكات، عندها منتجات للعناية، عندها أشياء مرة كثير، وأسعارها مرة مناسبة وحلوة، والتوصيل جدا سريع صراحة مرة، يعني كان توصيلها سريع بس عشانها كان فترة العيد تأخرت عليه شوي، كانت واصلة الرياض بس ما استلمتها. أفضل شيء أسويه في يومي غير الكتابة اللي هو إني أقرأ، فهذا الكتاب اللي أقرأه حالياً مرة حلو، وكثير أصور منه اقتباسات وكذا في سناب، كثير يسألوني عنه، مرة لطيف وحلو ممتع جدا. فوصلت تقريبا نص الكتاب والحين بكمله. كذا وأنا جالسة مرة اشتهيت حلى بعد الفطور، احترت وش أطلب، جلست أدور، آخر شيء طلبت هذا. بوريكم وش الحل اللي طلبته. حبيت إني أغير عن الكوكيز لأني كل ما اشتهيت حلى رحت أطلب كوكيز، فاليوم قلت بغير.
الحين أخذها وأروح أحل عليها مع الكتاب اللي بقرأ. لطيف شكلها مرة.